قوة بحرية جديدة مشتركة لتعزيز مواجهة القرصنة والمخاطر الأمنية. البحرية الأمريكية أعلنت أن القوة المشتركة تضم 34 دولة وتمتلك 3 فرق عمل تواجه القرصنة والتهديدات الأمنية داخل الخليج العربي وخارجه وفي مياه البحر الأحمر. التكليف الرسمي لفرقة العمل الجديدة سيصدر الأحد المقبل، وستشهد الفرقة انضمام السفينة USS Mount Whitney، وهي سفينة قيادة برمائية وكانت في السابق جزءاً من الأسطول 6 بأفريقيا وأوروبا التابع للبحرية الأمريكية. وعبر قائد الأسطول 5 الأمريكي في الشرق الأوسط براد كوبر عن أمله في أن تستهدف قوة العمل الجديدة مهربي النفط والمخدرات والأسلحة والبشر، وذلك عبر هذا المجرى المائي الحيوي للتجارة العالمية. وأضاف كوبر أن القوة الجديدة ستؤثر على قدرة الميليشيات الحوثية على الحصول على الصواريخ والطائرات المسيرة، وستكون هذه القوة قادرة على التصدي لذلك بشكل حيوي ومباشر أكثر من السابق. وتشهد المنطقة نشاطاً لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال، وتستغل الحركة الممر المائية لتهريب الفحم بهدف تمويل هجماتها. كما شهدت المنطقة سلسلة هجمات شنتها ميليشيات الحوثي التي أطلقت عدة مرات زوارق محملة بالمتفجرات وألغاماً في مياه البحر الأحمر.